تمام يا حوده، وقف مراقبه صلاح الطوخ. انا عرفت اللي انا عايز اعرفه. عرفت ايه يا باشا؟ هو لسه الراجل قال حاجه؟ ايه هيك، ما قلت لك عرفت اللي انا عايز اعرفه. خلينا بقى في اللي بعده. خير سعادتك، انا في مشوار لازم اعمله، مشوار مش سهل، محتاجكم فيه معايا. ولا يهمك يا باشا، احنا معاك في اي حاجه. رقبت تسليم بيه، بس لما اوصل سعادتك يعني المشوار ده فين؟ وديني الغرزه اللي بيقعد فيها حماده تايس. في مكان عودة، الدكانة التانية سعادتك اللي هناك دي. تاني واحدة؟ اه. واحنا نعرف ان هو جوه ده الباب مقفول ومفيش حس. طيب سعادتك، هو لازم يجي لوحده يقعد مع نفسه يشرب مخدرات كده يظبط دماغه، وبعدين الشبان بتوعه بيجوا واحد ورا التاني لحد ما يتجمعوا، يجوا بقى نور بعد نص الليل قرب الفجر ويقفلوا على نفسهم الباب. طب راجع نفسك يا اسطى حود، احنا مش شاطين مصايب، كفايه المصيبه اللي احنا جايين نعملها. بس يا عم انت بقى، بس عايزين نلحق ناخد منه كلمتين ونطير قبل ما الدنيا تتلم علينا. طب يا بابا، انت ايه اللي مخليك متاكد ان انت لما تسجل له يعني هيعترف في كل حاجه؟ لا كده هيعترف. يا نهار اسود، قلنا يلبس التنيله، يا نهار اسود. انا اله رجعوه، الواد مات. ما لحقناهوش. عشان كتر لازم نمشي، ليه الحوار كله عوا؟ يلا استنى يا حوده. لا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله، عشان خاطري بقول لك. اصبر يا حوده، العيال على الجني دلوقتي، ممكن حد من الصبيان دلوقتي لو فتح الباب اروح في ست النايل. انا اله وانا اله رجعوه. باشا عشان خاطري بقول لك، اسكين باشا عشان خاطري. اصبر يا حوده. طب نمشي من هنا دلوقتي. يا باشا افهمني كويس، حد من الصبيان ممكن. الو، يا وليد، امتى حصل الكلام ده؟ المكان ده فين؟ طيب انا جاي حالا. السلام. يا دي المصيبه السوداء، يا دي المصيبه السوداء. هو احنا ناقصين مصايب يا رب؟ ما تهدى شويه يا ابو خليل يا اخي. استغفر الله العظيم يا رب. خلاص بقى، اللي حصل حصل. مشكلة دلوقتي في الخيط اللي كنا ماشيين وراه اتقطع، كده هنبدا من اول وجديد تاني. يا دي الخيوط اللي احنا عمالين نمشي وراها يا سليم بيه. يا باشا انت مستهون بالموضوع كده ليه؟ دي جناية بقى. يا رب يا رب، يوم ما نوصل للواد اللي هنعرف منه حاجة ونقرره قوم يموت. ده ايه الحظ المنيل ده؟ ده مش حظ يا ابراهيم، تايسو مات عشان كان لازم يخلصوا منه، عشان بقى خطر عليهم. دول سعادتك هم اللي موتوه؟ اه، هما حدى الموتوه. اديني لبست مصيبه تانية كمان. احد الله يسلم بيه. باذنك يا رب كل عوده وليها حل. ربنا يسترها. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ مفيش قدامي غير حل واحد كنت ماجله. في مشوار تاني لازم اعمله ضروري. مشوار؟ مشوار ايه تاني يا سليم بيه؟ ما تخافش يا ابراهيم. المشوار ده اعمله لوحدي. كفايه عليكم انتوا الاتنين مشاكل لحد كده. اسمعني يا سليم بيه، لا مؤاخذة يعني أنا وإبراهيم رجالتك ومعاك على الموت كمان، بس لا مؤاخذة يعني لازم تكن شوية. مفيش وقت نكن يا حودة، خلاص. زمان دايرة الاسم مقلوبة. اللي تشوفه سعادتك. أنت متأكد إن سليم الأنصاري هو اللي عمل كده؟ آه يا باشا. اهدى. اهدى وركز بس. ولا تحب اجيب لك صوره عشان تتاكد؟ لا يا باشا، انا عارف شكله من ساعه ما كان بيخدم عندنا في المنطقه، وكمان عارفه من ساعه ما جه عمل الحمله وخد المعلم من المنطقه عندنا. لا سيبك من المعلم دلوقتي وخليك معايا. بس اصل يا باشا، ما تعرفش المعلم غالي عليا ازاي. كان بيت اهلك صح؟
بص انا عايزك تهدى خالص ترجع تحكي لي الحكايه واحده واحده وعلى مهلك قوي. حاضر يا باشا. ما تكذبش عشان انت لو كذبت عليا انا هاذيك. احكي لك. لا 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 مؤاخذة يا سليم، بيه مؤاخذة يعني في الكلمة دي، الكلام ده مش كلام ناس عاقلين، ده خطر. وانا عارف انه خطر. هو خطر بعقل يا سليم بيه. ده جنان. ما عشان جنان بقى ما حدش يتخيل انا ممكن اعمل كده. انت هتستنى هنا. وانت حوده هتيجي توصلني وتستناني من بعيد. لو تأخرت يبقى الحكاية عكت فوق دماغي. ساعتها تتكل على الله. يعني مش واسيبك؟ اه. يعني تمشي وتسيبني. احنا كده يا طارق خدنا كل اللي يخصنا من القضية، والقضية كده كده بتاعتكم. بس يا ريت لو حصل أي جديد شاركني وبكلمني. طبعا يا باشا تحت أمرك. قول لي يا طارق، وسليم خدم معاك قبل كده؟ اه طبعا يا باشا، أنا كنت رئيسه في القسم قبل ما يحصل اللي حصل ده. طب وإيه رأيك فيه؟ والله يا باشا أنا اتغشيت فيه زي ناس كتير. أنا بصراحة ما توقعتش أبدا يحصل منه اللي حصل ده. اتغشيت فيه؟ يعني انت شايف ان هو اللي ورا كل اللي حصل ده؟ بص يا باشا، احنا ظباط مباحث ما بننجمش، بنشتغل بادله وبس. الادله اللي عندي بتقول ان سليم الانصاري هو اللي عذب الواد في القسم لحد ما مات، وبرضه الادله اللي عندي بتقول ان هو اللي قتل تايسون. احنا بنشتغل بادله وبس. جدع طارق. سامع وليد؟ انا هروح البيت اريح ساعتين كده عشان مجهد قوي، بس يا ريت لو في جديد بلغني. اكيد يا باشا طبعا. حسابك تقيل معايا يا واسلي. يلا سلام عليكم. الله اكبر الله اكبر، والعزة والجلال لرب العالمين. يا رب يا رب استرها علينا بحق ده الأذان، يا رب استرها علينا وفك كربنا. انت اللي قادر تشيل الظلم عن المظلومين، استرها معانا يا رب. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.